كيفاش رسمت عادي تاوي بطريقه اللي بروفيسيونيل. هادشي اللي غنشوفو في هذا الفيديو. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف على لي كومونتير الزوينه اللي كتكتبوا ليا، داكشي علاش كانت موتيفا باش نوض نصور لكم فيديو ونخدم على بورتري جديد. قبل ما نبداو بغيت نقول للناس اللي مازال ما ابونيش عندي زيد دابا دابا يتابوناو في لاشين يوتيوب، يكليكوا على داك البوطون الاحمر. بغينا نوصلوا ل 10000 سبسكرايب في اقرب وقت ولا 20، علاش لا. سولتكم في الانستغرام على اين الشخصيه نخدم عليها في هذا الفيديو هذا، كلكم اتفقتوا على عادل تاويل. على ديك الانستغرام بغيت نقول لكم دخلوا فولوني فيه، حيت راه كنحط شي رسومات ودي بورتري اللي وارين بزاف وما كتشوفوهمش في يوتيوب. واي بروجي واي خدمه كيكونوا الناس ديال الانستغرام عارفين شنو غندير وشنو غنخدم، داكشي علاش بغيتكم تدخلوا الانستغرام حيت راه كنحتاج لي فوت ديالكم، كانكم كتفوتيو ليا على اين فيديو، على اين شخصيه غنخدم عليها في كل فيديو. واي واحد بغى شي بورتري بروفيسيونيل معايا الا يتواصل معايا في الانستغرام راه غنجاوبكم. سو في هذا الفيديو هذا غنخدموا على البورتري ديال عادل تاويل. الصراحه انا فان ديال داك الدري حيت كيدير شي حاجه اللي واعره بزاف، وكنت لاقيت معاه شحال هادي فواحد الميس اب في قنيطره ديال اليوتيوبر، وصراحه اي حاجه يستحق هذاك الدري في حقه حيت كيدير شي حاجه اللي هاربه بزاف. anyway ما نطولش عليكم، نبداو في الديسان ديال عادل تاويل. ليتس دو ات. We'll be right back.
Anyway, سالينا الديسان كنتمنى الفيديو يعجبكم كيف جاكم البورتري ديال عادل تاويل كون كاين ولا ما كاين انا هو احسن رسام في العالم المهم هادشي اللي كاين كنتمنى الفيديو يعجبكم الى عجبكم ديروا لايك تابوناو في لاشين يوتيوب ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله وكما قلت لكم دخلوا على الانستغرام راه كنحط دي بورتري قلت لكم اللي واعرين بزاف وما كنحطهمش هنا في يوتيوب وبارطاجيو اهم حاجه بغينا نوصلوا ل 10000 سبسكرايب في اقرب وقت وهادشي اللي كاين ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بيس